من الحاجات اللي كنت حابب اتكلم فيها بقالي فترة، ان مثلا يجي حد لسه داخل المجال الفني جديد ويبدأ يبوست شغله على السوشيال ميديا. انا شايف ان دي حاجة كويسة جدا، يعني عادي اعمل ده براحتك، بس ان هو بيبدأ ياخد ثقته في نفسه او يعرف الليفل بتاعه من خلال رأي اصحابه فيه او رأي الناس فيه اللي عنده على السوشيال ميديا بتاعته. وده في الغالب مش بيكون اصح حاجة، لان الناس ديت مع احترامي ليهم طبعا هما مش بيدوك الفيدباك الكويس ان انت تقدر تطور بيه من نفسك، خصوصا لو انت داخل المجال الجديد. طب مين الناس اللي المفروض تسمع منهم عشان تقدر تكون صورتك عن نفسك او الليفل بتاعك عن نفسك؟ انا من وجهة نظري ان في 3 انواع من الناس لازم ناخد رأيهم في الشغل بتاعنا، خصوصا لو احنا لسه بادئين في المجال. انا لما جيت بدأت من المجال في 2018 كان عندي 3 انواع من الناس ببدأ اسألهم. اول نوع هم اصحابي واهلي وناسي والناس اللي عندي على السوشيال ميديا، عشان دول اللي هيدوك الدعم الكافي ان انت تكمل في الحاجه اللي انت بعد عملتها، فعاش يا صاحبي وجامد وبتاع والحاجات ديت، عشان تقدر تكمل في الحاجه اللي انت عملتها. بس ما تاخدش رايك عن نفسك من خلال الكومنتات بتاعتهم انت، بس دول يكون مجرد سبورت ليك ان انت تكمل في الحاجه دي. تاني نوع من الناس، وهم يكون ناس شغالين اصلا في المجال بقالهم فتره، اللي هو مثلا تيجي لي مثلا تقول لي ايه رايك في الشغل ده، تيجي لحد بقاله مثلا 10 سنين في المجال تقول له ايه رايك في الشغل ده، مهما كان المجال الفني انت بتعمل فيه او حتى مجال بره المجال الفني. الموضوع ده بيفرق كتير، لان انا باجي ببدا اديك الحاجات مثلا السلبيه اللي انا شايفها كان المفروض تتعدل، وببدا اديك الحاجات اللي انت شاطر فيها فتبدا تكمل فيها. من خلال ده بتبدا تعرف مستواك الحقيقي وتبدا تشتغل على نفسك في الحته دي. تالت نوع ومفروض ان انت تاخد رايك عن نفسك منهم هم الكلاينتس بتوعك. الكلاينتس بتوعك هم دافعين فلوس وعايزين ياخدوا احسن شغل باسرع وقت باعلى كواليتي باحسن كل حاجه، لان دول اللي دافعين لك فلوس، فبتقدر تبدا تشوف طب ايه المشكله فين، طب هو رفض الاوردر ليه، طب ليه ما استلمش مني، طب ليه اديني الفاكس من الاول ما عرفتش اظبطه. الحاجات دي كلها بتعرفها من خلال الكلاينتس. انت بتعرفها من نفسك كده، انا ناقص ان انا اعرف اديل كويس مع الشخص ده، محتاج ان انا اقدر اماركت لنفسي بشكل احسن عشان اجيب كلاينت كلاس بي بدل ما هو كلاس سي، وهكذا. الحاجات دي كده كلها. في الاخر حابب اقول لك ان انت لازم تكون رايك من كذا وجهه نظر، مش من نوعيه اشخاص واحده او من شخص واحد. وفي اي وقت في اي وقت حبيت انت تسالني في اي حاجه ليها علاقه بالفيديوغرافي، الفوتوغرافي، فريلانس، فيديو اديتنج، انا موجود، الاكونتات بتاعتي موجوده، ابعت لي مسج هرد عليك. لو في اي مشاكل في شغلك هحلها معاك، مشاكل مع كلاينتس، الكلام ده كله انا متاح لاي حد حابب يسالني في اي حاجه.